السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منورين يا جدعان. معاكم النهارده علي وبيبو. بيبو دلوقتي ما تنسوش تعملوا الاشتراك في القناة وتعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات. دلوقتي احنا بنتكلم عن الناس اللي هي بتخش بتعلق وتقول كومنتات سلبية. انا مش ضد السلبي يعني، بس هم شايفين ان احنا اللي بنعمله دوت هبل. انت ممكن تخش تنصحنا على فكرة، يعني لو انت شايف اي حاجة في الفيديو اللي احنا بنعمله غلط او اي حاجة غلط، ممكن تخش تنصحنا تقول انتوا بتعملوا كذا كذا غلط، اعملوا كذا 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 صح. وممكن تدونا اراء فيديوهات، احنا يعني كتير قوي نزلنا فيديوهات وقلنا ان انتوا يعني عايزين اي حد، احنا ما فيش في دماغنا فيديوهات نعملها او اي حاجه نعملها، ممكن تدونا فكره فيديوهات، يعني تكتبوا لنا في التعليق اعملوا فيديو كذا اعملوا فيديو كذا، واحنا هننفذ لكم كل اللي انتوا ممكن تطلبوه مننا هننفذ لكم. لو قلتوا لنا اي حاجه ممكن تيجي في دماغكم انتوا مش هتقدروا تعملوها، واحنا هنعملها لكم. احنا بس مستنيين التشجيع. انتوا بصوا، في تشجيع، بس تشجيع، وفي ناس يعني احنا لما بنتفرج للناس اللي في الشارع على الفيديوهات بيقعدوا، اللي يقعد يضحك واللي يقعد يتريق واللي شايفها ان فيديوهات ملهاش لازمه، فاهمين؟ يعني انا بتكلم في النقطه دي، ليه الناس بتعمل كده؟ او ليه ما تديني نصيحه؟ لو انت شايف ان انا اللي بعمله ده غلط او وحش اديني نصيحه، اديني فكرتك. لو انت شايف ان انا غلط هات فكره، اديني فكره، هات اخرك وانا هنفذها عادي. بس احنا ما بنعملش فكرات وحشه على فكره، على فكره احنا ولا بنشتم حد ولا بنغلط في حد، احنا بس كل اللي بنحاول نعمله نضحك الناس مش اكتر، وما بنستفادش حاجه على فكره من القنوات دي. احنا والله ما كل اللي بنعمله كل اللي بنستفاده ان احنا بنتعرف، يعني احنا زي العسل وبنحبهم وبيحبونا وبيتعرفوا علينا ويضحكوا ونهزر وبس. احنا دلوقتي عشان لو انتوا فاكرين ان احنا بناخد فلوس، اصلا عشان تاخد فلوس اصلا من قناتي، اول حاجه لازم يبقى عندك 1000 مشترك، لازم تجيب 10000 مشاهده، لازم تعمل 4000 ساعه. مفيش الكلام ده، 4000 ساعه مفيش فلوس، فلوس دي في الملايين. ولو هيديك فلوس لو هيديك فلوس، انت عارف هيديك قد ايه؟ هيديك دولار على 10000 مشاهده، مش كملش الدولار. دولار هو دولار وانت بتاخد منه ما بالك بقى، اقعد بقى ايه موت على ما تاخد دولار واحد موت. انت بتاخدش الدولار كله، انت بتاخد التلت منه. يعني احنا بنعمل القناه ديت مجرد ترفيه، بنتعرف على ناس جديده، بنقول فكره عندنا. انت لو عندك فكره قولها لي، عايز تيجي تصور معايا اصور معاك، ما عنديش مانع. اللي انتوا عايزينه ممكن نعمل فكره حلوه ممكن تنجح عادي ونشي برضه. احنا مستنيين بس اي فكره، اي لقطه منكم. انا دلوقتي مش شايف غير حلو يا عسل مش عارف ايه، كله كلام مفيش تشجيع. اللي هو ايه، انا عندي، طيب انتوا ممكن تعملوا فكره كذا، انتوا ممكن تعملوا كذا. كومنتات لو عجبكم الفكره اكتبوا الفكره حلوه واكتبوا لنا فكره ثانيه. ويا جدعان وربنا اي فكره هتعجبني وهننفذها انا هدعم قناتي، اللي هيقول الفكره دي هدعم قناته بقناتي. انا قناتي فيها كذا، يعني فيها 1000 وحاجه مشترك، هدعمه وهدعمه ب 30 اشتراك كمان، وهعمله كل اللي هو عايزه، بس يقول فكره حلوه وانا اخد انفذها. واللي عايز يجي يصور معانا احنا موجودين ومش بعاد وفاضيين جدا ومش بنعمل اي حاجه في حياتنا غير ان احنا ايه بنعمل فيديوهات بس. احنا بندور اليومين دولت على شغل، لو حد عنده شغل يكتب تحت برضك في الكومنتات. في الكومنتات عندي شغل كذا كذا وعلى ريق تشتغل. احنا في الجيزه. المهم سلام يا جدعان، ما تنسوش الاشتراك في القناه، واستنوا الفيديو الجديد اللي نازل ممكن ينزل بكره او بعد بكره.